اجي لك يا دكتور هيثم، انت كان عليك دور كبير، دور كبير يمكن ابتدى من السنه اللي فاتت، ابتدى طبعا باصابه منعم، وابتدى ايضا طول الموسم ان انت تجهز حتى المصابين وتجهز، وفي اصابات بتقابلنا صغيره اكيد اثناء الموسم، شد جزع الحاجات البسيطه دي. كلمني اتعاملت ازاي مع المواقف دي وانت عندك بس 14 لاعب، محتاج ان كل لاعب يبقى فورمته. والله هو طبعا يعني الحمد لله، يعني رقم واحد ان اللعيبه اللي موجودين كلهم في الفرقه كلهم لعيبه رجاله. الله ينور عليك. فده بيسهل كتير جدا في التعامل. اه بالظبط. والحمد لله طول ما هي الاصابات مش اصابات خطيره، يعني قطع كامل او قطع جزئي، فالموضوع الحمد لله بفضل الله بيبقى الموضوع ابسط اسهل. يعني مع الشغل المكثف وخصوصا في الفترات الصعبه، يعني الحمد لله اللعيبه بتساعدني. اه شكلك بجد ما بتنامش خالص. آه الحمد لله الحمد لله. قول لي اثناء البطوله، يعني خلينا نتكلم في البطوله، اصابه احمد عبد العال عملت معاه ايه؟ يعني ايه اتعاملت معاه ازاي؟ وجاله سبين انكل وخرج من الملعب، من ساعه ما وقع اتعاملت معاه ازاي؟ شخصت ازاي الموضوع؟ والله هو بالنسبه لاحمد كان حصل معاه في اول بونت تقريبا في الجيم، جاله سبرين كده او جزع في الكاحل، حصل يعني زي قطع جزئي خفيف درجه اولى في الرباط الخارجي. ده في نفس المباراه؟ اه في اول بونت. وما قالش. اه فشويه ابتديت الاحظ ان هو ابتدى يزك شويه، فاول تايم اوت، ايه يا احمد في ايه المشكله ايه اللي حصل؟ فقال لي ده مع اول بونت. طب ما قلتش؟ قال لي لا انا عايز اكمل. عايز اكمل. شوف الرجوله. اه طبعا تحمل على نفسه الفتره اللي هم السبعه ثمانيه بونت دول وهو مش قادر فعلا. صحيح. فطبعا اتكلمنا مع الكابتن ميدو، يعني يا ريت نخرج احمد لان هو في مشكله حصلت كذا كذا، ومن ساعه ما خرج واحنا الحمد لله ابتدينا نتعامل مع الاصابه. سواء كان في قطع يا دكتور؟ يعني قطع ناتشل. درجه اولى، حاجه خفيفه يعني. اه بالظبط. طبعا كثفنا بقى في الفتره اللي هم 48 اول 48 ساعه كان في يوم راحه فيهم. اه الحمد لله كان في يوم راحه. كان في يوم راحه. اه واضطرينا برضو نريحه في يوم الماتش كمان. اه بالظبط. والحمد لله مع الجلسات المكثفه ومع هو اصراره برضو بصراحه، يعني الحمد لله الموضوع كان اسهل. منعم كنت بتعمل ايه معاه؟ يعني بيخلص المباراه ركبته تورم وعايز تجهزه لتاني يوم. ده لسه جاي من جلسه دلوقتي. منعم احنا لسه عاملين جلسه. انا شفت وانا بقول لك الجلسه عملتها بره. طب دلوقتي ممكن نلحق في النادي. ممكن لو جبت الاجهزه هنا برضو عندنا اماكن مجهزه في القناه، كله مقالات رياضيين كل حاجه هتلاقيها. هو منعم برضو من اللعيبه الرجاله بصراحه ما شاء الله عليه يعني. وطبعا هو يعني الموضوع بالنسبه لمنعم اللي هو يومي، لازم لازم نشوف الركبه يوميا. صحيح. ممكن قبل التمرين واساسي بعد التمرين. فالموضوع معاه برضو يعني ما شاء الله كان يعني منعم كل راجل. اه ما شاء الله. فده برضو بيسهل حاجات كتير جدا في الشغل مع الكمادات التلج مع تمارين خفيفه. التقويات برضو قبل الماتشات بتبقى اه طبعا لازم يبقى في ستيميوليشن للعضلات والاربطه بحيث ان هو يعني يقدر. كنت بتروح قبل الماتش تروح الجيم يا منعم ولا كنت الصبح مثلا تمرين الصبح؟ لا انا الجيم مسموح لي بمره كل اربع ايام عشان ما اقدرش اتعب المفصل. وكنت واخد تعليمات من المانيا يعني بالشغل بتاعي، وكنت بنسق طبعا مع دكتور هيثم ودكتور حسن في الفتنس. التقويات بتعملها ازاي؟ اساتك؟ اساتك وبالانس. في اساتك في جيم. اساتك وبالانس. البالانس. اه البالانس مهم جدا في الصليبي عشان يرجع لك تاني اتزان المفصل. طبعا. وال يعني اللي عمل صليبي او ما عملش صليبي ده يعني البالانس دي بقت حاجات مهمه جدا عشان ما فيش حد يصاب. صح. فدي من الحاجات الاساسيه دلوقتي العالم كله بقى بيشتغل عليها يعني. طب ازاي دكتور هيثم كنت ازاي يعني لما منعم يروح مثلا المانيا او حاجه ويرجع بتعليمات، كنت ازاي بتحصل عليها؟ بتعرف ايه؟ هل في ريبورت كان بيجي بتفولو الريبورت ده؟ يعني كنت بتعمل ايه لما يروح المانيا ويرجع لك؟ هو اساسا كان في اللي هو الشون كلينك دي اللي احنا النادي متعاقد معاه. كانوا بييجوا جولنا مرتين. فكان في بيننا وبين الستاف اللي كان مع منعم في المانيا كونتاكت كويس. اه بالظبط. بالميل بقى ولا كنت بتبعته لبعض؟ كانوا بييجوا لنا بيدونا سيكشنز كده ومحاضرات، فكنا على طول بنبقى في ابديت بين الحاجات اللي هم بيعملوها الحاجات الجديده وبين الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها هنا في مصر. فده سهل عليا برضو التعامل كتير قوي مع منعم يعني. يعني النادي الاهلي متعاقد مع كلينك معينه في المانيا. آه وفي تنسيق ما بينهم دائم، ما بيننا وما بينهم، ما بين الاجهزه الطبيه بتاعتنا وما بينهم، بحيث ان احنا اي حاله بنبعتها لهم يبقى ازاي الفولو اب بالظبط بيتعمل بعد يعني العملية. اه على اللونج ران ان هو بعد كده ما يبقاش في حالات تسافر اوريدي، يبقى الموضوع كفرد هنا في مصر يعني ان شاء الله. ان شاء الله. بس انت يا دكتور يعني ما شاء الله عليك. ربنا يخليك كابتن. والله طب انا ركبتي وجعاني يا دكتور. عيني كسر. انا جالي مزق وانا قاعد وانا بعمل استوديو التحليلي، كان في كره اتشديت فيها بس جالي مزق، ابوري لك بعدين يا دكتور. ان شاء الله. تحت امرك. ربنا يديك الصحه يا رب. شكرا.